انت مكسوف مني يا شعبان؟ انكسف من ايه؟ ده احنا رجاله زي بعض. نص ما امتلكه حتى اللي ورثته عن ابويا انا هتنازل عنه عشان خاطر بلدنا. الله لا هذا صوت. ما تكتب ان شاء الله. واستمتعت جدا ان ربنا اداني النعمه دي والحمد لله ان اداني نعمه تاني. بعدين اللي يجرب الحاجه روحها ويجي معاها بيحس ان هو يا عم سيبنا عايش شاعي شاع شايع شعاها شعاعا ما يباريها من باري شعا شيع قرا شيع شعثها الى شعشع سبي بما تماري. إن مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن نعيش فيه. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ أنت جبت المعلومات دي منين؟